قام مجهولين مساء أمس بتدمير الممتلكات العامة وقص وقطع أشجار الزينة اللي قامت بلدية طول الكرم مشكورة بزراعتها، خاصة ضمن مشروع تخضير المدينة واللي بيمتد من شارع من جامع المرابطين وحتى مخيم نور شمس. احنا بدورنا في بلدية طول الكرم ندين هذا الاعتداء على الممتلكات العامة، خاصة انه بعيد عن سلوكيات وثقافة شعبنا ويعتبر جريمة بحق مجتمعنا الفلسطيني في وقت منقوم فيه ببناء دولتنا الفلسطينية. الفعل هذا تكرر في اكثر من منطقة، خاصة بعد قيام مجهولين في نفس المنطقة بسرقة بربيش لري المياه يقدر طوله بمئة متر، يعني عمل تخريب هاي بطال كافة المناطق. احنا بدورنا من حيث المواطنين في كافة مناطق تواجدهم سواء في المدينة أو في الضواحي، في حال شافوا مثل هذه الاعتداءات أن يقوموا بإبلاغ بلدية طول كرم مشكورين.